السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة عصافير جنة أطفال نقدم لكم تفسير سورة البلد للأطفال. تعرف على نفسك. سورة البلد سورة مكية وآياتها 20 آية. فوائد: القسم بآدم وذريته، مجاهرة العقبات، الإيمان والصبر والرحمة، أصحاب الميمنة والمشأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين، ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين، فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. سؤال: هل الحياة تحتاج لجهد ومشقة؟ قصة: كان الناس يعظمون البيت الحرام، وكانوا ليقتلون أحد احتمى بالكعبة، حتى نزل قول الله تعالى: وأنت حل بهذا البلد. فقد كان هناك رجل يقال له ابن خطلة، أسلم وهاجر إلى المدينة، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا على الصدقة، وبعث معه رجلا يختمه، فأمر ابن خطل الخادم أن يصنع له طعاما، فنسي الخادم صنع الطعام ونام، فاغتاظ ابن خطل من الخادم فضربه، فلم يقلع عنه حتى قتله، فلما قتله قال: والله ليقتلني محمد به إن جئته، فارتد عن الإسلام، وساق ما أخذه من الصدقة وهرب إلى مكة، فقال له أهل مكة: ما ردك إلينا؟ قال: لم أجد دينا خيرا من دينكم، فأقام على شركه، فكانت له قينتان وكانتا فاسقتين، وكان يقول الشعر يهجو فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمرهما تغنيان به، فيدخل عليه وعلى قينيته المشركون فيشربون الخمر وتغني القينتان بذلك الهجاء. فعند دخول مكة في عام الفتح أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ابن خطل عقابا له هو والجاريتين وثلاث رجال مثلهم. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا 4 نفر وامرأتين، فقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. لا أقسم بهذا المعاني. لا أقسم بهذا البلد، يقسم الله تعالى قسما مؤكدا هذا البلد التي شرفها الله تعالى فجعلها حراما وجعل فيها حرما آمنا مثابة للناس وأمنا، وأنت حل بهذا البلد، وأنت مقيم في هذا البلد الجليل القدر، يحل لك القتال فيها لمن يستحق، ووالد وما ولد، ويقسم تعالى بكل والد وكل مولود. وفي القسم بهذا لفت لأنظار البشر إلى ما في التوالد والتناسل من بالغ الحكمة وإتقان الصنع وحفظ النسل. وقيل إن المقصود بوالد وما ولد هو آدم وذريته. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد جعل الله تعالى حياة الإنسان سلسلة من المتاعب والمصاعب يكابدها في كل طور من أطوار حياته، فمنذ أن بدأ نطفة حتى ولد وكبر وهو يعاني المتاعب في كسب عيشه وتنشئة نسله، ويستمر هذا الكبد والتعب حتى يوفيه الأجل. الكبد التعب والمشقة. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا. قال الكلبي: نزلت هذه الآية في رجل من بني جمح يقال له أبو الأشدين، وكان يأخذ الأديم العقاضي جلد الجمل ويجعله تحت رجليه ويقول: من أذالني عنه فله كذا، فيجذبه 10 حتى يتمزق ولا تزول قدماه. وكان من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم،
وفيه نزل أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يعني لقوته، ويقول أهلكت ما أهلكت في عداوة محمد مال كثير. والمعنى أيحسب هذا الإنسان المغتر بقوته والمفتون بماله وعقله أنه قد يبلغ مبلغا لا يستطيع أحد أن يقدر عليه؟ فما أجهله إن ظن هذا، إن الخالق الجبار الذي خلقه وأنشأه وأعطاه قادر على أن يذهب به وبماله وبقوته وبما أعطاه في كل حين لبدا أي كثيرا. أيحسب أن لم يقدر أن لم يره أحد؟ أيحسب هؤلاء المغترون أن الله غير مطلع على أفعالهم؟ فالله تعالى عالم بسرائرهم وضمائرهم وبجهرهم وعلانيتهم، لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء. ألم نجعل له عينين؟ ثم ذكر الله تعالى الإنسان بما أنعم به عليه، فقال إن نعمة الإبصار التي يتمتع بها الإنسان هي من صنع الله، لأنه يبصر بالعينين اللتين خلقهما الله له، ولسانا وشفتين. وإذا تكلم الإنسان وأبان عما في نفسه فإنما يفعل ذلك بما وهبه الله من لسان وشفتين، وليس فضل ذلك عائد إلى الإنسان ولا من صنعه. وهديناه النجدين، وقد أودع الله في الإنسان فطرة التمييز بين الخير والشر، وجعل له عقلا يرشده إلى ما في الخير من جمال وحسن وإلى ما في الشر من قبح وسوء. وقد جعل الله طريقي الخير والشر كأنهما مكانان مرتفعان واضحان يرهما كل واحد أينما كان، فلا اقتحم العقبة، فلا جاهد النفس والشيطان للوصول إلى غايته في فعل الخيرات. وقد شبهه الله تعالى هذا الجهاد باقتحام العقبة، والعقبة هي الطريق الوعرفت في الجبل. وما أدراك ما العقبة؟ وأي شيء يدريك ما اقتحام العقبة؟ ثم أرشد الله تعالى العباد إلى أن اقتحام العقبة يكون بالقيام بأفعال الخير، ومنها ما ورد في الآيات التالية. قال الحسن وقتادة: هي عقبة شريرة في النار دون الجسر، فاقتحموها بطاعة الله. فك رقبة، وأول أفعال الخير وأكثرها قربا من الله عتق رقبة وتحريرها من الرق والإعانة على عبقها. وقد ورد في القرآن الكريم والأحاديث كثير من الآيات والأحاديث التي ترغب في اعتاق الرقاب وتحث عليه، وقد عد الله تعالى الاعتاق أحب القربات إليه. فك رقبة، عتقها وإنقاذها من العبودية، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أو إطعام نفس جائعة في أيام الشدة والضيق، يتيما ذا مقربة، أي إطعام شخص يتيم من الأقارب، وفيه جمع لحقين هما حق اليتيم وحق القرابة، المقربة قرابة النسب، أو مسكينا ذا متربة، أو إطعام مسكين فقير جدا لا وسيلة إلى كسب العيش، والمتربة شدة الفقر. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم اشترط الله تعالى لإثابة الإنسان على اقتحام العقبة بفعل الخيرات التي دل الله العباد عليها أن يجمع الفاعل ثلاث صفات: أن يكون من المؤمنين، أن يكون من الصابرين على الأذى والمكاره في سبيل الله، أن يكون ممن يرحمون عباد الله ويواسونهم ويساعدونهم عند الحاجة. تواصوا أوصى بعضهم بعضا، المرحمة الرحمة فيما بينهم، أولئك أصحاب الميمنة. وهؤلاء الذين فكوا الرقبة وأطعموا المسكين في الجوع والشدة وكانوا مؤمنين صابرين رحماء هم أصحاب اليمين الذين يفوزون بحسن الجزاء عند الله تعالى. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. أما الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهم أصحاب الشمال الذين يؤتون كتاب أعمالهم يوم القيامة بشمالهم، عليهم نار موصدة، ويدخلون النار فتوصد أبوابها عليهم ويطبق عليهم العذاب فلا يستطيعون منه فكاكا. موصدة أي مطبقة مغلقة الأبواب. عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل منها من 100,000 صلاة. مسابقة صورة البلد. ما معنى كبد، لبدا، النجدين،
العقبة المشأمة. ما هي البلد المقصودة في الآيات؟ من هو المرتد الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله؟ اذكر حديث عن فضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، في من نزلت أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.